عندي حليب. بص يعني ايه، مش هنقطع على مقادير ولا حاجه، على طول كده هنشتغل. ادي الحليب بتاعنا نص لتر تمر. ايه بص عامل ازاي الرطب، واهو اهو لا وموز. ايوه بالظبط كده الموز اهو. ماشي يا محمد ابراهيم، ركز بقى معايا. حبهان يا محمد ابراهيم، حبهان مع الموز مع التمر مع الحليب، حاجه مختلفه ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. معلقه عسل ابيض، معلقه واحده على فكره مش هنحط سكر يا محمد ابراهيم برضو. ادي عسل ابيض حلو قوي كده. ناقص ايه تاني؟ تلج. خلاص كده نبدا ايه، نضرب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، نوطي بس الاول. تمام، انا عامل عصير ده طبعا عشان خاطر طبعا مصورنا الجميل محمد ابراهيم، مصور محترم جدا ومحترف، فهو كل شويه يقول لي انا عايزين حاجه كده ايه تدينا باور وتدينا طاقه واحنا شغالين. مفيش اكتر من كده، موز مع التمر مع الحليب مع العسل، بجد حاجه تبقى محترم قوي. ايوه اهو، وطبعا كان فوق ايس كريم بس هيبقى تقيل قوي، فكفايه كده قوي هو كده بصراحه زي الفل اهو. الوضع يروح مني. يعني هي تعالى يا حزومة عسل تعالى. تمام عايزين، انا المفروض اصلا قبل ما اشتغل حلو 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 يعني تمر فعلا.